من بيروت الصحفي والدبلوماسي هامو موسكوفيان معي. مساء الخير، أهلا بك معنا. المشهد هذا كأرمني ماذا يعني لك؟ هل نتحدث عن حلحلة بالموضوع بعد وصول باشنيان؟ نعم، في حلحلة، لأنه مثل ما فهمنا، نعم، الروس اليوم، القوة الروسية اللي مسيطرة بأرمينيا، وأرمينيا بحلف مع الروسية لحد 2050، لا ترضى أن تكون أوكرانيا الثانية في أرمينيا. قبل تقريبا شي اسبوعين زارت موسكو رئيس جمهورية الأرمينية السابق روبرت كوتشاريان، وأيضا سير ساركيسيان، الاثنين من أصول ناغورني كاراباخ، وهم كانوا مسيطرين على وضعها، سواء جيش سواء استخبارات، سواء اثنيناتهم أوليغارخية، كل واحد ثروته تتوصل لعدة مليارات الدولارات لدور فقيرة مثل أرمينيا. فرئيس بوتين فهم أنه لا يريد أن يشاهد أوكرانيا الثانية في أرمينيا، وكل شيء سيمشي بهدوء وبالسلام. وفهموا هاي شخصيتين المكروهتين، لأنه روبرت كوتشاريان اسمه مرتبط بمجازر اللي عملها تجاه ببرلمان أرمينيا 1999 27 أكتوبر، وأيضا الصدمات اللي صارت بين الشعب وبين الجيش 2008 مارس 1 أذار أول، راح خلالها قتلى وجرحى كثيرة وعشرات الآلاف من المساجين السياسيين. وأيضا هذه المرة كل شعب أرمينيا انتفضت ضد هاي أوليغارخية، نظام الأوليغارخي اللي حاكم أرمينيا من آخر 20 سنة، وما خلى مثل ما بقولوا باللغة العربية لا أخطب ولا يابس، إلا أكلوها ديكتاتورية على طراز ستالينية واحتجاز معارضين، وحتى داسورة الأرمينية اللي عايش في سكان ثلاث مرات مثل أرمينيا أن يحاول يسيطروا حتى على ماس ميديا وعلى رجال السياسة خارج أرمينيا. فهي أمور أجبرت الشعب الأرمني بانتفاضة، ومليونين شخص نزلوا على الشوارع ومنعوا للمرة الرابعة، للمرة الثالثة، رئيس سير ساركيسيان يعطي العرش الاستبدادي، وانجبر أخيرا باستقالة. واليوم مثل ما تعرفون يقول باشنيان رجع انتخب الشعب ما الذي تعولون عليه سيد هامو بموضوع من قبل زعيم المعارضة باشنيان كأن يكون على سلم أولوياته فيما يتعلق طبعا بمصلحة الشعب؟ أنا مثل ما عرفت نيكول باشنيان، أنا وياه بنفس الصف الصحافة الدولية 1993 ل 1996، أنا تخرجت للمرة الثانية قبل كنت أدرس التاريخ، فهو معته الجواز، معته الدبلوم الصحافة الدولية، لأن رئيس الفاكولتي تبع الانترناشونال جورناليزم كان ضد خط باشنيان. أولا كان مع الكونغرس الارمني، الرئيس كان رئيس ارمينيا نوم دروسان السابق. نعم، ف هو انسان يعني بتعرف ما هو يعني بطبيعه الحال تعرف اكثر قريب منه كيف يفكر. نعم، كيف يفكر، لانه هو انسان ثوري، سجن عده مرات وكثير تعذب بالسجون، واخر مره طلع من السجن شوي صار يتعاون مع الرئيس الارميني السابق سير ساركيسيان، وقدر يدخل البرلمان بلت نواب، وهو انسان محنك بجميع حركه سياسيه بارمينيا، وايضا في جيل جديد بارمينيا وفي دياسبورا يريدون ان يشاهدون ارمينيا الجديده، لان الشعب الارمني منتشر جميع انحاء العالم، له امكانيات ويمكن كميات كبيره مشان يظهر ارمينيا يكون دوله متحضره. شكرا لك من بيروت، الصحفي والدبلوماسي هامو موسكوفيان، شكرا.